وصل عبر مطار معيتيغا وفد تجاري تونسي في زيارة عمل من المنتظر أن تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها مسؤولين بغرفة التجارة والزراعة والصناعة طرابلس في اجتماعات تقابلية موسعة لتفعيل الحراك الاقتصادي. الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقات الاقتصادية، مراجعة الاتفاقيات السابقة بين الغرفتين. هناك اتفاقية توأمة ما بين غرفة طرابلس وغرفة صفاقس، هذه في إطار تطويرها ومراجعتها التأكيد عليها. طرح عدة نقاط من بينها تفعيل دور الشباب في الصناعات الصغرى، تفعيل التدريب، إقامة الدورة التدريبية بين في البلدين. يضم الوفد رجال أعمال في مجال البناء والتشييد والمواد الصحية والغذائية وتخصصات أخرى، سعيا لتنشيط التعاون بين الجانبين. وإحنا الزيارة هذه اللي جيناها بدرنا بها هي أول زيارة اللي خرجنا توا من صفاقس بعد المرض اللي عافينا منه، هذايا سواء في تونس ولا في طرابلس. إن شاء الله توا ثم كان بدرة الخير، أول زيارة قمنا بها هي زيارة طرابلس، باش حبينا نحيو الشراكة اللي كان لأن إحنا موجودة عندنا بالنسبة الدوامة بين غرفة طرابلس وغرفة صفاقس. الزيارة تمت بالترتيب مع غرفة التجارة والصناعة طرابلس التي تربطها بنظيرتها في صفاقس اتفاقية تعاون مشترك، ويتضمن برنامج الزيارة جملة من لقاءات وزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمراكز التجارية الكبرى في طرابلس.